اهلا وسهلا بك، حضرتك على الهواء. افتحك يا اخوي، هنا حصل من صرت يا اخوي. اهلا وسهلا بك سيد حسن، تفضل. يا اخوي احنا تو كاينين في طريق المطار، وصارت المشكله هذه اللي بتاع الحرب اللي صايره في طرابلس، وطلعنا نعم من سوق المطار، من طريق المطار، عرفت ولا؟ نعم وجينا لسرت هنايا، وتو دورنا نتصلوا بجماعتنا اللي في المنطقة الشرقية، كثروا علينا مشاكل وعزوات وبليل. وكيف يا أخوي تو احنا كيف يصير فينا؟ كيف يصير فينا في الموضوع؟ احنا حوشاننا وسيبناهم، ومشاكل الدنيا يا أخوي والله. يتعدوا المنطقة الشرقية تشوف الناس، ناس راحة تكر نعم بقى، كيف يصير في حد؟ احنا ما عادش نقدروا نردوا حتى لطرابلس، حاجة ما يقدرش عليها حتى، المفروض ما خش عليها باش ما حط نطاجين يا اخوي. كل شيء واضح والله، غلطنا اللي جينا معاه احنا اللي اسمه حفتر هذايا، كنت مأيده، لكن من اليوم ما عادش نأيده هذايا، لانه يصير صح تبي الحق، واللي يقولوا فيه كنا مش مقتنعين به، لكن تو اقتنعت به انا، وان شاء الله خير يا اخوي.